السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا في رمضان ده هو كنت حامل، وأنا من النوع اللي هو ما صحتش بتعب جدا. فحصل إن أنا سمعت فتوى من الشيخ محمد حسان قبل ما أعمل الحكاية ديت، إن ممكن ينفع الواحد يشرب والأذان بيدن ولا لأ. فقال آه مدام ما رفعش الكوب. أنا ساعتها فهمت إن مدام الأذان لسه ما خلصت ممكن إن أنا أشرب عادي. أنا كنت ساعتها نمت وراح عليا نوم، وقمت لقيت الأذان بيأذن، فقمت جريت بسرعة خدت بق مية وكده. بعد كده في ناس قالت لي لا، ده هو ما يقصدش في الفتوى دهيت كده، ده هو يقصد مدام أنت رفعت الكوب تكملي، لكن ما تتعمليش إنك تقومي تشربي في الوقت دوت. فأنا مش عارفة كده، هل عليا قضاء يوم ولا أعذر بجهلي في فهمي للفتوى ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الحديث الوارد في هذا الصدد، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة قد وضعها على فيه فليكمل شربته، هذا الحديث ضعيف منكر، وقد استنكره عدد من العلماء كالإمام أبي حاتم الرازي، ثم هو مخالف للآية الكريمة، فالآية الكريمة فيها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن يفترض أنه لا يؤذن إلا عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا كان المؤذن يتحرى وأذن في الوقت وأنت أكلتي عامدة بعد الأذان، فأعيدي يوما مكان هذا اليوم، أعيدي يوما مكان هذا اليوم. والحديث المستدل به ضعيف غير ثابت، والله أعلم.